حرصاً على التسريع في المصادقة على القرار الترتيبي المتعلق بسحب الوكالة، تداول اليوم مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في هذا القرار الذي يضبط شروط وإجراءات وأجال آلية سحب الوكالة، آلية شدد رئيس الهيئة على أنها تنسحب على كل المجالس النيابية المنتخبة سواء كانت محلية أو جهوية أو إقليمية أو وطنية وحتى المجالس البلدية. الناخبين المستجرين في الدائرة الانتخابية سواء كانت تشريعية أو محلية أو بلدية يمكنهم بعد مرور سنة من انقضاء الدورة النيابية الأولى أنهم يمارسوا حقهم في الرقابة الشعبية عبر إمضاء عريضة لسحب الوكالة. العريضة هذه يجب أن تكون معللة تبين أسباب التي دفعت الناخبين إلى طلب سحب الوكالة، ويجب أن تكون هذه العرائض مضاة من عشر الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية، تم إيداعها لهيئة الانتخابات، يتم تثبت من استيفاء الشروط الشكلية وتصرح الهيئة بقبول تلك العريضة، ثم نمر إلى مرحلة ثانية تتعلق بالتصويت على تلك العريضة بالموافقة أو بالرفض من طرف الناخبين المسجلين في الدائرة المعنية بسحب الوكالة. يتم الإعلان عن النتائج، بعد ذلك يتم إعلام المجلس النيابي بنتيجة التصويت خاصة إذا كان التصويت بالموافقة على سحب الوكالة، ويعد المقعد النيابي شاغرا ويتم تنظيم انتخابات لسد فراغ ذلك المقعد في ظرف 3 أشهر من تاريخ الإعلان عن نتائج الموافقة على سحب الوكالة. ولئن أثارت آلية سحب الوكالة مخاوف من أن تكون مطية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية، فإن الهيئة شددت على أن هذا الإجراء يخضع لضمانات وشروط مضبوطة. سحب الوكالة هي آلية ديمقراطية هامة في إطار رقابة العمل داخل المجالس المنتخبة من قبل الناخب مباشرة. بطبيعة هي آلية مهمة لكنها آلية خطيرة. على هذاك باش ما يتمش التعصب في استعمال الآلية هذه واستعمال الحق هذا من قبل الناخب، أحاطها المشرع بعديد الضمانات. عشر الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية عدد هام، يعني مش من السهل أنه يتم تجميع إمضاءات من عشر الناخبين. شرط التعليل يجب أن تكون العريضة معللة للابتعاد عما قلت وتوا في خصوص التشفي أو الحسابات السياسية. وطبعا هناك رقابة من حيث الشكل تقوم بها الهيئة الانتخابات، لأنه الناخب الذي يمضي على سحب الوكالة يجب أن يكون معنيا بذلك، يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية ومقتنعا بالأسباب التي دعت إلى هذا السحب ويمضي، والهيئة تتثبت من الإمضاء. فهناك كل الضمانات التي تجعل من هذا الموضوع يكون جديا ومحفوف برقابة من هيئة الانتخابات ومن المحكمة الإدارية، لأنه كل الإجراءات في خصوص العريضة والتصويت على سحب الوكالة وإجراءات سد الشغور تخضع إلى جانب رقابة هيئة الانتخابات تخضع أيضا إلى رقابة المحكمة الإدارية، وطبعا القضاء هو ضمانة من ضمانات شفافية العملية. كما تداول مجلس الهيئة في القرار الترتيبي المتعلق بتنظيم الانتخابات للمرور إلى تركيز مجالس الأقاليم وأحداث الغرفة النيابية الثانية أي المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مجالس قدرت الهيئة أن تركيزها نهائيا سيكون مع منتصف شهر أبريل القادم.